حسين عبد الرحمن الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين وأمين الفلاحين بحزب الغد. والله النهارده احنا فوجئنا بالفركشة بتاع التحالف. التحالف كان موجود اصلا بس النهارده يعتبر فركشة للتحالف مش تجمع للتحالف. التلات احزاب هم اللي بدأوا التحالف من الاول، حزب التجمع والغد وحزب المؤتمر. دلوقتي صفصفوا التحالف كله على التلات احزاب، فدي يعتبر نواة جديدة لسه هنبدأ من الاول تاني. فيعني احنا طبعا احنا بصدد دلوقتي ان احنا نجمع المصريين، ما نفركش للعالم. يعني احنا كان في نقابة الفلاحين، نقابة العمال، الكتلة الوطنية، مجموعة أحزاب كتيرة، لكن النهاردة فوجئنا طبعا تخفيض العدد إلى ثلاث أحزاب كده. فإحنا بصدد إن إحنا نجمع الأيام اللي جاية دي إن شاء الله بقية الأحزاب. وأديك شفت سيادة القبطان ورؤساء الأحزاب قالوا إن إحنا في اتجاه لاتحاد تاني مع حزب الوفد، ومستنيين قرارات قائمة الجنزوري هتعمل إيه؟ هتمشي زي ما ماشية كده، يجمع الفلول ويجمع الناس اللي هي القديمة، ولا نمشي في الاتجاه الصحيح ونجمع الناس الوطنيين؟ واحنا الان يعني مستنيين الناس دي تيجي او هنعزف منفردا زي ما بيقول. شكرا جزيلا.